الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق وحبيب الحق من بعثه الله رحمة للعالمين. أيها المستمعون والمستمعات، ها نحن نلتقي مرة أخرى في شهر النفحات والخيرات والبركات، بعدما انتهت العشر الأوائل والأواسط ونحن في العشر الأواخر من رمضان، العشر المباركات، عشر الختام، عشر التفاني والتسابق في الأمطار الأخيرة التي تبقت من هذا الشهر المبارك. هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي واضح في هذه العشر الأواخر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تذكر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، كما عند البخاري ومسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يولي العشر الأواخر أهمية كبيرة. هذا لا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يجتهد في العشر الأوائل ولا الأواسط، ولكنها الخاتمة وختامه مسك، إنما الأعمال بخواتمها. هذه النهاية وهذه الأيام ينبغي أن نعض عليها بالنواجد، فأيام الخير، أيام مواسم الطاعات، مواسم النفحات، سرعان ما تنتهي، سرعان ما تمضي، ولله فيها بركات ولله فيها نفحات. لله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، لله في كل ليلة في كل نهار نفحات إشراقات. فهل تعرضنا نحن لهذه الإشراقات ولهذه النفحات؟ وهل اقتبسنا من هذه الأنوار الروحانية الربانية التي ملأت هذا الزمان المبارك، الزمان الرمضاني؟ ونحن في العشر الأواخر من رمضان لابد أن نجتهد كما كان يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نضاعف العمل، كل عمل كنا نقوم به نضاعفه، لابد أن تزداد إرادتنا ويزداد يقيننا ويزداد إيماننا وتقوى عزيمتنا. لا شك أننا قد تشربنا الإيمان وتشربنا قيم الصلاح والفلاح، لا شك أن النفس قد بلغت مقامات عالية في القرب والسير إلى الله سبحانه وتعالى. الأكيد أن إيماننا يدفعنا إلى مزيد من العمل. المؤمن يزداد إيمانا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإنسان المؤمن المسلم منذ بداية رمضان وهو يقرأ القرآن وهو يقوم الليل وهو يتصدق وهو يذكر الله، يعمل كثير من أعمال الخير، أكيد أنه قد تشرب الإيمان. فالإيمان يزداد بالطاعات، يزداد بالقربات. ولذلك وجب أن ننتبه إلى أهمية هذه الأيام الفضليات المباركات المتبقيات من رمضان، وندرك فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجده واجتهاده فيها، ونشرك أحبابنا ونشرك أهلنا وأقرباءنا وجميع من نحب في فضل هذه الليالي وفي فضل هذه الأيام المباركات. لا ينبغي أن نتقاعس، لا ينبغي أن تضعف هممنا أو تضعف عزيمتنا. أيها المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات، اجتهدوا في هذه العشر واغتنموها، ففيها ليلة هي خير من ألف ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، العمل الصالح فيها والاجتهاد فيها. ونحن لا ندري أي ليلة من ليالي العشر هذه، الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نطلبها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. يرجح ويرجح العلماء أنها ليلة 27، لكن المسلم ينبغي له أن يجتهد في هذه العشر كلها إدراكا لفضلها، يجتهد في النهار ويجتهد في الليل، ولا يضيع الوقت ولا يكثر من النوم ولا يتكاسل ولا يتقاعس. فقد وصلنا إلى مرحلة جني الثمار، إلى مرحلة الحصاد، والعشر الأواخر هي عشر جني الثمار وعشر الحصاد. فلننتبه أيها المؤمنون والمؤمنات، المشاهدون والمشاهدات، المشاهدون والمشاهدات. الله تعالى يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، آمين، والحمد لله رب العالمين. وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم، أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.